يا طالب العلم قم لا تنم، فطلب علم النحو أمر مهم جدا. إن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وحصل النحو، إن النحو صاحبه معظم بين أهل الفضل والأدب. من لم يكن عالما بالنحو كان إذا حل المجالس معدودا من الخشب. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن غير ذي عوج، صلى الله عليه وعلى آله الهادين وشرف وكرم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقي في مجلس آخر وكله متصل بالمجالس المعقودة هنا من مجالس اللغة العربية. وكما تعرفون سابقا بأن القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، وبأن السنة النبوية المشرفة أيضا جاءت بلسان عربي مبين، وهذان الوحيان نزلا للإنسان وللمسلم. فبالتالي ينبغي للمسلم أن يدرس كل علم يوصله إلى فهم الكتاب والسنة. وقد ذكرنا سابقا أن الوحي نحتاج إلى فهمه، أو نحتاج لفهمه إلى كثير من العلوم، ومن تلك ما تسمى بعلوم الآلة، ومنها علوم اللغة العربية. وذكرنا أن أهم هذه العلوم أربعة، وقد ذكرنا منها علم المعجم، وذكرنا أيضا علم النحو وعلم الصرف، وكذلك علم البلاغة. وذكرنا أن علم النحو أنه يهتم بالجملة العربية، كيف نركب جملة عربية صحيحة. إذن فهو علم يهتم بتقويم اللسان، وهو من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يستغني عنه أبدا، بل يجب عليه أن يتعلمه، لأنهم ذكروا من أوائل ما يهتم به الإنسان علم النحو. وقال الشاعر قديما: وحصل النحو، إن النحو صاحبه معظم بين أهل الفضل والأدب، من لم يكن عالما بالنحو كان إذا حل المجالس معدودا من الخشب. وقال آخر: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت. فقال آخر: النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها علم مقيم الألسن. إذن فطلب علم النحو أمر مهم جدا. وهذا العلم وضع لما انتشر اللحن في البيئة العربية، أو بدأ الانتشار اللحن في البيئة العربية منذ أيام عمر وأيام علي بن أبي طالب، وخاصة أن هذا اللحن بدأ يستسري إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد أورد بعض المؤلفين في الكتب النحوية بعض الأخطاء التي وردت في بعض الآيات، من ذلك ما ورد في سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقرأ الآخر ورسوله، وهذا خطأ. لا يأكله إلا الخاطئون، فقرأ آخر لا يأكله إلا الخاطئين، وهذا أيضا خطأ نحوي. ولأجل هذا لما كثرت الأخطاء، وخاصة أن أبا الأسود الدؤلي لما قالت له ابنته: يا أبتي ما أجمل السماء، أو ما أجمل السماء، هي أرادت التعجب، لكن هذه العبارة ما أجمل السماء ما هنا استفهامية، وهي تريد ما التعجبية. فقال لها أبوها: نجومها. لأن الأب الأسود الدؤلي فهم من هذا التركيب أنها تسأل، فقال: يا أبتي ما أريد السؤال بل أريد التعجب.
فقال لها قولي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. المهم الإمام علي بن أبي طالب هو الذي أمره بأن يضع علم النحو على خلاف في الروايات التي وردت، قيل بأن عمر بن الخطاب هو أول من أشار، وقيل بأن زياد بن أبيه، ولكن الأشهر المتداول أن الذي أشار إلى وضع علم النحو هو علي بن أبي طالب، أشار أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو أو أشار إليه بأن يضع علم النحو، ثم قال له أنح هذا النحو، ومن هنا بدأت تسمية هذا العلم بعلم النحو. ثم بعد ذلك بدأ العلماء يؤلفون في ذلك، وأبو الأسود الدؤلي هو يعد إمام البصريين، ثم بعد ذلك جاء بعده عنبسة الفيل وكذلك غيره من أمثال سيبويه وخليل بن أحمد الفراهيدي، فنشأت مدرسة البصرة قرابة تقريبا نصف قرن، ثم بعد ذلك نشأت مدرسة الكوفة في النحو، لأن الكوفة هؤلاء في هذه المدرسة كانوا يهتمون برواية الأشعار، في حين أن البصريين كانوا يهتمون بإقامة اللغة، ولذلك تجد أن بين المدرستين تقريبا شقة 50 سنة، 50 سنة أو ما يقارب، أو 50 سنة أو أكثر من ذلك. وكان أبو علي حمدة الكسائي هو إمام الكوفيين، وبعد ذلك تفرعت من هاتين المدرستين مدارس، منها المدرسة البغدادية، ومنها المدرسة الشامية المصرية، ومنها المدرسة الأندلسية، ومن تلك المدرسة ابن مالك كما تعرفون. الحديث عن هذه المدارس يتطلب إلى محاضرات خاصة، لأن كل مدرسة من هذه المدارس لأن لها رجالاتها، كل مدرسة لها رجالاتها ولها خصائصها ولها اجتهادات ومؤلفاتها، فالحديث عن هذه المدارس وبيئتها يتطلب منا محاضرات خاصة. لكننا حتى لا نطيل في المقدمة عن اللغة العربية نقفز مباشرة إلى هذا الكتاب الذي قررنا أن نبدأ به، وهو المقدمة الأجرمية. قد اخترنا هذه المقدمة لأن الله سبحانه وتعالى كتب لها البركة، ففي أي قطر من أقطار العالم تذهب تجد أن أول ما يبدأ به في دراسة علم النحو هو هذه المقدمة، لأن الله سبحانه وتعالى كتب لصاحبه ولهذه المقدمة بركة. فالذي ألف هذا الكتاب هو محمد أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود السنهاجي، وهو من الفاس ومن قبيلة بربر، ويقال له أجروم، فأجروم عندهم بمعنى الفقير الصوفي. وهو ولد سنة 72 و600، سنة 72 و600. في هذه السنة التي ولد فيها توفي ابن مالك صاحب الألفية، إذن ففي سنة ولد نحوي وتوفي نحوي، ولكل واحد منهما بركة في مؤلفاته. وتوفي هو سنة 23 و700، هذا تاريخ وفاته، سنة 23 و700. وهذه المقدمة قيل بأنه ألفها وهو في الكعبة المشرفة، فقيل بأنه بعد تأليفه لهذه المقدمة جاءت الريح فأطارت المقدمة، فقال في معنى ما قال: إذا كانت هذه المقدمة التي كتبها خالصة لوجهه فليردها الله إليه، فردها الله إليه، أطارته الريح، ثم بعد ذلك أطارتها الريح المقدمة أقصد، ثم بعد ذلك أعادتها الريح بفضل دعوته. وهذا إن صح فدليل على أن الله سبحانه وتعالى كتب لهذه المقدمة بركة، وبأن هذه المقدمة كانت خالصة لوجه الله. هذه المقدمة وجدت شروحا كثيرة جدا، شروحا كثيرة جدا، ولعل من أشهر الشروح وأسهلها على المبتدئ التحفة السنية، وهناك شروح كثيرة، فابن عثيمين عنده شرح، لكن تعرفون أن ابن عثيمين أكثر شروحاته مطولة لأنها مأخوذة من الأشرطة التي سجلت، فبالتالي يسرد في الشرح سردا فيطول، ولعل المبتدئ إن رجع إلى تلك الشروح يستفيد كثيرا لكنه قد يتعب.
قبل أن ينهي تلك الشروح. ثم بعد ذلك بعضهم نظموا من أشهر المنظومات منظومة ابن عبد ربه، يعني عبيد ربه، عبيد ربه وهو شنقيطي وليس اسما له بل إنما هو وصف، لكن نحن ارتأينا بأن نأخذ المقدمة نثرا دون النظم، كما ترك صاحب المقدمة مقدمته هذه، لأن النثر يختلف عن النظم. فالنظم صحيح أنه أسهل للحفظ، ولكنه أحيانا الناظم قد يريد أن يعطيك مسألة لكن لا يأتي بالكلمة التي يريد الإتيان بها، لأنه مقيد بالوزن والقافية. وأما النثر فتجد أن المسألة تأتي كما أرادتها المؤلف، ولأجل هذا فهذا يكون أسهل. والذي يريد الاستفادة أكثر يحاول أن يحفظ هذه المقدمة عن ظهر قلب فهما ومتنا وإعرابا، لأنه بهذا إذا انتهى من هذه المقدمة وفهم المقدمة كما ينبغي فعند ذلك تنفتح أمامه أبواب النحو. إنه قديما كنا نقول من لم يشرب من حوض الأجرومية، على الشيوخ يقولون هذا، من لم يشرب من حوض الأجرومية فلا يتروى من بحر ابن مالك، يعني أن الذي لا يفهم الأجرومية يصعب عليه أن يفهم الألفية. النحو مسافة دراسته قصيرة جدا، يمكنك أن تدرس 3 كتب فقط فتفهم النحو ثم الباقي تتوسع. مثلا لو درست الأجرومية وفهمت الأجرومية فهما، أقول دراسة فقط، الدراسة والفهم شيئان يتلازمان ويفترقان، لأنك عندما يقال بأنك تدرس الذي يتوقع منك أنك تفهم، فإذا فتجد أنهما أمران متلازمان لكن يفترقان. بعض الناس قد يدرسون كتابا ليقال لهم بأنهم درسوا الكتاب، أها فهمته نسيته، هذا أحسن أن لا تقول بأنني درسته. ثم إذا انتهى من هذا فله أن يأخذ مرحة الإعراب، وله أن يقفز إلى قطر الندى مع المطالعة في شذور الذهب، لأن قطر الندى وشذور الذهب مؤلفهما واحد وهو ابن هشام الأنصاري، فبالتالي تجد أن الأسلوب متقارب، إلا أن هناك مسائل في شذور الذهب ليست موجودة في قطر الندى، فبالتالي الذي يقرأ قطر الندى ربما يطالع شذور الذهب. وإذا انتهى من هذا مباشرة إلى ألفية ابن مالك، فإذا انتهى من الألفية فكأنه أكمل أبواب النحو. فما الذي يبقى عنده؟ أن يقرأ في مغني اللبيبي وكذلك شروح الألفية أوضاح المسالك وابن عقيل، ثم يتوسع إلى أن يصل إلى الكتاب لسيبويه، وهو الغاية في علم النحو. فإذا فتجد أن دراسة هذه الكتب 3 يمكن في سنة أو 2 فتكون نحويا، تكون نحويا، هذا فقط بهمتك، ويمكن في أقل من 1 حسب همتك وحسب قدرتك. ولذلك ليست علم النحو ليس بعلم صعب، بل هو من أسهل العلوم، والسبب في ذلك أن قواعده ثابتة، وأي علم قواعده ثابتة علم سهل، علم سهل بخلاف علم الفقه مثلا. علم الفقه عندك النوازل، ودائما تجد مسائل مستجدة فتحتاج إلى العودة إلى الأصول وإلى العودة إلى يعني النصوص لتحكم على هذه المسألة، بينما النحو غير ذلك، قواعده ثابتة. ولأجل هذا فالنحو أسهل. وابن عثيمين يقول في معنى ما قال بأن النحو نعجة مغطاة بجلد نمر. تعرفون النعجة؟ النعجة هذه النعجة غطيت بجلد نمر، فأنت إذا رأيتها تخاف منها، لكنك إذا اقتربت منها تجد أنها نعجة. وهكذا ويقولون إن النحو أيضاً باب من غرفة من خشب وبابها من حديد، وهذا يعني أن فتح الباب فقط هو الصعب، وبعد ذلك ما تبقى من هذا كله أمر سهل. ولذلك لا تستصعبوه، أي علم إذا نذر الإنسان وقال بأنني سأكون أعلم من كتب هذا يمكن، لأن الله الذي أعطاه ما زال موجودا. وبالمناسبة كل الذين برعوا في علم النحو من القدامى ليسوا من العرب، في كل العلوم تقريبا ليس في النحو فقط. تأخذ سيبويه هذا وهو من فارس،
ليس بعربي. وتأخذ علي بن حمزة الكسائي وهو من القراء من فارس، ليس بعربي. وحتى في الحديث تأخذ الإمام البخاري فليس بعربي. وهذا يعني أن الأمر كان متعلقا بالهمة. أختم بقصة ثم نبدأ في الشرح. فسيبويه رحمة الله عليه الذي دفعه إلى طلب علم النحو خطأ في حديث أخطأ، فقال له شيخه لحمد يا سيبويه، لأن الحديث يقول إن لم أنس ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت لأغست عليه ليس أبا الدرداء. هذا هو الحديث. فقال سيبويه ليس أبو الدرداء، لاحظ أبا وأبو، لأنه ظن بأن ليس في بابه من أخوات كان، وليس هنا بمعنى إلا أبا الدرداء. فقال فيما نما قال سأطلب علما لا يلحنني فيه أحد، فترك علم الحديث وطلب علم النحو، فأصبح بل يذكر قبل شيخه في هذا، يعني بالنية. وتعرفون الإمام الزمخشري أيضا، وهو أيضا من فارس من أئمة اللغة. إذن فالأمر متعلق بالاجتهاد فقط. نبدأ. قال المؤلف رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الباء وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بدأ المؤلف ببسم الله الرحمن الرحيم تطبيقا للحديث المختلف فيه، بعضهم ضعفوه وبعضهم حسنوه. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أو في رواية فهو أقطع، أو في رواية فهو أجزل. على أي الحديث سواء بالنسبة للذين ضعفوه أو حسنوه فالمعنى صحيح. فبسم الله هذا في اللغة فيه تقريبا تسعة أوجه، تسعة أوجه. هناك وجه هو الجائز قراءة وكتابة، والجائز قراءة وهو بسم الله الرحمن الرحيم. ولأجل هذا لا أظن أن هناك قراءات بسم الله الرحمن الرحيم أو هكذا، أو بسم الله الرحمن الرحيم أو رحمن الرحيم، يعني القراءات كلها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الوجه الأول. وهناك وجهان غير جائزين، وهناك وجهان غير جائزين. وقيدهما أحدهم فقال إن ينسب الرحمن أو يرتفع، فالجر في الرحيم قطعا منع. إن ينسب الرحمن أو يرتفع، يعني أن تقول بسم الله الرحمن أو أن تقول الرحمن، فعند ذلك لا يجوز لك أن تقول الرحيم. هذان الوجهان. وأما الأوجه الباقية يجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم ورحمن الرحيم، يعني هذه كلها أوجه جائزة. فإذا رجعت إلى الكفراوي في بداية الكتاب يفسر لك هذه الأوجه، ويمكن العودة إلى الكفراوي. ثم قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، المفيد بالوضع. لما كان النحو العربي يهتم بالكلام العربي، والنحو لا علاقة له بلهجاتنا، لهجاتنا هذه لا علاقة لها بالنحو، فالنحو يهتم بالكلام العربي. فلما كان يهتم بالكلام العربي وكل ما يدرس في النحو يدور حول الكلام العربي، بدأ المؤلف بتعريف الكلام لك لتعرف وجهتك قبل كل شيء. وجهتك الكلام العربي، وما ستدرسه في النحو كله مطبق على الكلام العربي. فإذن فيجب عليك أن تعرف في أول ما تعرف ما المراد بالكلام عند النحويين. ولذلك قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام في اللغة هو كل ما تتم به فائدة، كل ما تتم به فائدة يسمى بالكلام. فالإشارة كلام، لأنك إذا أشرت إلى شيء وفهم الشخص الذي يرى إشارتك فهذا كلام. وإن كتبت رسالة ووصلت الرسالة إليه فهذه الرسالة كلام. لكن عند النحويين
وهذا الذي ذكره المؤلف هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لابد أن تجتمع فيه أربعة أمور. الأمر الأول اللفظ، واللفظ في اللغة هو الرمي، لفظ يلفظ بمعنى رمى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بمعنى رمى. وأما اللفظ عند اصطلاح النحويين فهو صوت يخرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية، صوت يخرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية. فإذا فعرفنا هنا أنه لا بد من صوت، هل كل صوت؟ لا، لا بد أن يكون هذا الصوت خارجا من الفم، لأن الآن إذا ضربت الطاولة فهذا صوت، هل هو خرج من الفم؟ لم يخرج. إذن فأصوات البهائم حتى وإن اشتملت بعض على بعض الحروف الهجائية فلا تسمى بالكلام، لأن الفم المراد هنا فم الإنسان وليس كل فمنا، وليس كل فم. إذن هذا لابد أولا، ولابد أن تكون الحروف التي تستعمل أن تكون حروفا هجائية وليس حروفا لاتينية، لا فرنسية ولا إنجليزية ولا ولفية ولا بامرية، حروف عربية. إذن هذا هو اللفظ. إذن ففهمنا من هذا أن الكلام لا بد من أن يكون صوتا يسمع وصوتا يخرج من الفم، اللفظ المركب، ولا بد من أن يكون مركبا، والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى، سواء كلمة كان هذا الضم كلمتين أو أكثر يسمى بالتركيب. ففهمنا من هذا أنك لو قلت زيد هذا صوت، أليس كذلك؟ ومشتمل على بعض الحروف الهجائية، لكنه ليس بكلام لأنه غير مركب، لأنه غير مركب. إذن الكلام لابد من أن يكون مركبا. الآن لو قلت اجلس، هل هذا كلام؟ ها؟ هذا كلام لأنه صوت واشتمل على بعض الحروف الهجائية وهو مركب من كلمتين، الأصل اجلس أنت، فحذف الفاعل هنا واجب وسنراه عندما يصل إلى بابه. إذن اللفظ المركب المفيد لابد من أن يكون مفيدا، لأن اللفظ قد يكون مركبا وقد يكون لفظا ولا يكون مفيدا. والمراد بالإفادة هنا ما يحسن السكوت عليه، ما يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث إذا سكت السامع لا ينتظر منه شيئا. أنا إذا قلت جاء زيد فالسامع فهم الكلام ولا ينتظر من المتكلم شيئا، لكن لو قال المتكلم إن جاء زيد، إن جاء زيد، هذا صوت ومركب لكنه غير مفيد، لأن السامع ينتظر ما الذي سيحصل بعد مجيء زيد. إذن فلا بد من أن يكون مفيدا، يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث السامع لا ينتظر شيئا آخر بعد هذا. ولا بد أن يكون بالوضع، ولا بد أن يكون بالوضع. الوضع هنا أولا أن تكون الكلمات التي يستعملها المتكلم أن تكون كلمات وضعها العرب للدلالة على معنى، للدلالة على معنى. أنت الآن لو أخذت، لو جئت بكلمة، هذه الكلمة صوت وهي مشتملة على بعض الحروف الهجائية وهي مركبة، لكن هذا التركيب أو هذه الكلمات لم تضعها العرب للدلالة على معنى. مثلا نأخذ كلمة زيد، كلمة زيد، لو قلنا ديز، ديز، العرب لم تضع هذه الكلمة للدلالة على معنى. فإذا فأنت لو ركبت من هذه الكلمة جملة، لو ركبت منها كلاما لا يسمى كلاما، لأن الكلمات التي استعملتها لم تضعها العرب للدلالة على معنى. إذن ولا بد لي، ولا بد لهذه الأمور الأربعة. وقد ذكروا في هذا أيضا، يعني أخرجوا بأن يكون هذا مقصودا، بأن يكون هذا الكلام الذي وضع أن يكون مقصودا لإفادة المتكلم، لإفادة السامع. النائم عنده هذيان يتكلم، هل هو مقصود؟ كلامه غير مقصود،
ولذلك كلام النائم لا يسمى كلاما حتى وإن كان كلاما صحيحا، يعني جمل صحيحة تفهم من هذا الكلام معنى، لأنه يقصد النائم وهو المتكلم لم يقصد بذلك يعني إفادة السامع، ولذلك كلامه هذا لا يسمى كلاما. وكذلك المجنون الذي لا عقل له هو يتكلم، قد يكون قد يقول علما وقد يقول حكما لكنها غير مقصودة، ولذلك لا بد لهذا. إذن هذه الأمور الأربعة إن اجتمعت فهذا يسمى كلاما، فإن لم تجتمع فلا، فإن لم تجتمع فلا. إذن من هنا نخلص بأن نقول بأن إلى أن نقول بأن الكلام العربي المعتبر والمعد عند النحويين لا بد أن تجتمع فيه هذه الأمور الأربعة، فإن فقد واحد من هذه الأمور فليس بكلام، فليس بكلام. إذا الآن نحن إذا رأينا الكلام يمكن أن نعرف، نحن الآن ذكرنا إن جاء زيد، ولعل سائل يسأل كيف يسمى هذا؟ هذا يسمى بالكلم، بالكلم، لأن الكلم ما تركب من ثلاث كلمات أفاد أو لم يفد فهو كلم، فهو كلم. والكلمة لفظ الموضوع، زيد فقط كلمة، وقد يكون الكلام بكامله يسمى كلمة من باب التجوز كما في القرآن الكريم، كلا إنها كلمة هو قائلها بعد أن قالوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كل هذا الكلام قال إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، على كل شيء ما خلا الله باطل، فهذه جملة تامة وكاملة. إذن هذا واضح؟ هل هناك سؤال في هذا؟ في هذه الجزئية قبل الانتقال؟ ها؟ ما فهمته. أها. لا لا بل مفيد، بل مفيد هذا، فقال ليس من البلاغة، هذا ليس من البلاغة لكنه كلام، ليس من البلاغة لكنه كلام، لأنك توصل ما هو معروف. يعني لو جاء زيد ونحن رأينا أن زيدا جاء نقول جاء الأستاذ وقد رأيناه مثلا، أو جاء زيد وهذا معروف، لكنه من باب التأكيد فقد يخرج لا يدخل في باب البلاغة. مثل الماء ماء، نحن عرفنا أن الماء ماء، الشمس طالعة وعرفنا طلوع الشمس. أها، هل هناك سؤال آخر في هذه الجزئية؟ جيد. أها، أه؟ لم يتم بعد هذا، لم يتم الكلام بعد، ولذلك حتى في القراءة لا تقف هنا، فإن وقفت فإنما تعيد، لأنه غير تام، غير تام، وحتى الوقف هنا ليس جائزا، فإن وقفت هنا تقف للاستراحة ثم تعيد. والله يسمى هذيان، يسمى هذيان، كلام المجنون هو كلام عندنا لكنه عند النحويين ليس بكلام، وهذا مثل كلامنا نحن عندما نتحدث لغة أخرى نتفاهم بها، لأن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم كما عرف ابن جني، لكن عند النحويين هذا ليس كلاما. أنت عندما تكتب رسالة كاملة إلى شخص إذا وصلت الرسالة يفهم الكلام تماما ويجد معنى تاما وفائدة كبيرة، لكن هذا عند النحوي لا يسمى كلاما، لكن عند اللغويين يسمى كلاما. فكلام المجنون عند اللغويين كلام وعند النحويين ليس بكلام. الكلم قلنا هو ما تركب من ثلاث كلمات أفاد أو لم يفد، أفاد أو لم يفد، وهو اسم جنسنا ومفرده كلمة. قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. جيد، نستمر. وأقسامها ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسام الكلام: أن الكلام العربي
لا يخرج عن هذه الثلاثة فقط، لا رابعة لهذه الثلاثة. والدليل ليس من القرآن ولا من السنة، بل إنما هو التتبع والاستقراء. وتعرفون أن التتبع والاستقراء من الأدلة الشرعية المختلف فيها، لأن الأدلة الشرعية المتفق فيها القرآن والسنة والقياس والإجماع، وأما البقية المصالح المرسلة وكذلك الاستصحاب وهذه مختلف فيها، تعرفون هذا أكثر مني. يعني أن العلماء تتبعوا كلام العرب ولم يجدوا رابعا، ولم يجدوا رابعا، بل إن بعضهم ذكروا الرابعة، لكن هذا خلاف ليس معتبرا، ما يسمى بالخالفة. وذكر وقال اسم وفعل وحرف وخالف، وهذا هو أسماء الأفعال، لأن أسماء الأفعال ليست باسم ولا بفعل ولا بحرف، لكن هذا الخلاف غير معتبر، هذا خلاف أظن قاله أحد العلماء فقط ولم يتبعه في ذلك أحد. يعني الإجماع أن الكلام العربي ثلاثة أنواع، مهما كثر هذا الكلام فلا يخرج عن هذه الثلاثة. أن تفتح القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس لن تجد شيئا آخر غير هذا، غير هذا. وهذا الذي ذكره المؤلف، الكلام أقسامه اسم وفعل وحرف، هذا في الأصل تقسيم الكلمة في الأصل، لكن هو يريد بهذا هنا، لأن الكلمة هي التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكن المؤلف يريد الأجزاء التي يتكون بها الكلام، الأجزاء التي يتكون بها الكلام. لأن الكلام إما أن يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة، هذه هي الأقسام، لكن المؤلف هنا أراد الأجزاء التي يتكون بها الكلام العربي، فلا يخرج عن هذه الثلاث: اسم وفعل وحرف. ما الاسم؟ الاسم في اللغة ما دل على مسمى، ما دل على مسمى يسمى بالاسم. وعند النحويين يقولون بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. لو أخذنا كلمة محمد، فمحمد كلمة تدل على شخص اسمه محمد، وهذه الكلمة لا تحتاج إلى مساعدة للدلالة على معنى، إذن هي بنفسها تدل على معنى. لو كان هي تحتاج إلى مساعدة خارجية، فالآن هي تدل على معنى لكن مع غيرها، لكن هي وحدها تدل على معنى. وتلاحظ أنه ليس في هذه الكلمة زمن، لا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، فمحمد محمد منذ أن ولد. فهذه الكلمة دلت على شخص اسمه محمد ولم تقترن بزمن، واضح هذا؟ وأما الفعل ما دل على حدث، فكل ما دل على حدث يسمى فعلا، يسمى فعلا. وهو عند اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، لابد للزمن من أن يكون جزءا من هذه الكلمة. لو قلنا ضرب، هذه الكلمة دلت على حدث حدث وهو الضرب، وهو الضرب، هل زيد ضرب عبد الله أو عبد الله ضرب زيدا؟ فيرى بعض الأعرابيين أو أحد الأعرابيين أن النحويين حرشوا بين زيد، فدائما يقولون زيد ضرب عبد الله، وحرشوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فطال الضرب والوجع، كما قال في قصيدة: ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا. لأنه ليس بنحوي يعني يتتبع القواعد، فلما زاروه في باديته يقولون لا أخطأت، وهو لا يعرف هذه، فانزعج منهم فقال هذه الأبيات: ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا، إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما شرعوا قالوا لحنت. فهذا ليس منخفضا، هذا ليس منخفضا، وذاك خفض وهذا ليس يرتفع. وحرشوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فطال الضرب والوجع، إلى آخر ما ذكر.
إذن هذا هو الفعل. وإذا قلت يضرب ضرب هذا فيه زمن للماضي، وإذا قلت يضرب فهذا إما الحال وإما المستقبل. فإذن فتجد أن الكلمة التي تدل على حدث لابد من أن يكون الزمن جزءا فيها، وهذا هو الذي أحدث الفعل الماضي وأحدث الفعل المضارع وأحدث فعل الأمر. فعندنا فقط ثلاثة أزمنة بخلاف الفرنسيين، عندهم أزمنة كثيرة، وهذا يدل على ضعف اللغة. يعني كل اللغات من السماوات من الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يدل على ثراء العربية فمن هذا الباب. تجد يعني فرنسية عندهم باسي، باسي سيمبل، باسي كومبوزي، يعني مثلا فتير، امبرفكت، الأمور. ولأجل هذا الناس يتعبون. فنحن عندنا الماضي والمضارع والأمر، ما عندنا ترازم جروب، يعني عندنا قواعد ثابتة. فهم عندهم بريمير جروب قاعدة، وعندهم ديزيم جروب قاعدة، أما ترازم جروب لا، ما في قاعدة. وأما العربية فما شاء الله قواعد ثابتة مضبوطة، لذلك لا تبدلوا بهذه اللغة لغة أخرى مهما اهتممتم باللغات الأخرى، لأن فيه ذكركم الكتاب، فيه ذكركم كما ذكر القرآن، في هذا القرآن شرفنا. فالذي أيضا يتعلم العربية ويعرف بأن تعلمه من الدين فلا شك أنه يثاب على هذا. ولذلك يعني لا نبدل بهذه اللغة لغة أخرى حتى وإن كنا نهتم بها، لأن كل اللغات من آيات الله سبحانه وتعالى، اختلاف ألسنتكم من الآيات. هذا واضح؟ وحرف، والحرف في اللغة هو الطرف، حرف كل شيء طرفه، طرف الطاولة يقال حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف من العلم الحرف. وقد تجد في الشعر العربي أنهم يستعملون الحرف ويصفون به الناقة، إما لضمورها، للضمور، لأن الحرف الطرف كل شيء، ففي الغالب لا يكون سمينا واسعا كبيرا. قال كعب: حرف أخوها أبوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء شمليل. فقال المتنبي في قصيدته: عيد بأية حال عدت يا عيد، لما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. لولا العلا لم تجب ما أجوب به، وجناء حرف ولا جرداء قيدود، إلى آخر ما ذكر. وأما الحرف عند النحويين وهو كلمة دلت على معنى في غيرها. الآن هنا وجدنا اختلافنا في الاسم وفي الفعل، قلنا كلمة دلت على معنى فيه، وأما في الحرف قلنا كلمة دلت على معنى في غيرها. وهذا يعني أن الحرف وحده لا يدل على معنى، الحرف ليدل على معنى لا بد من أن يساعده غيره. يعني نأخذ من، نأخذ حرف من حروف الجر. وقد ذكر ابن هشام في مغني اللبيب لمن أكثر من 20 معنى، أكثر من 20 معنى. أنت لو جيت وقلت من، أي من هذه المعاني تقصد؟ لا نعرف. لكن إذا قلت جئت من البيت، فهنا عرفنا من أين بدأ المجيء. وهنا نقول من معناه الابتداء، من معناه الابتداء. وإذا قلت لك خذ من الطعام، ليس كل الطعام من، فمن هنا تبعيد، ومن هنا تبعيد. وقد اختلفوا في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل من معناه هنا في الآية للبيان؟ فإذا كان للبيان فهذا يعني أن الدعوة واجبة على كل مسلم. وبعض يرون أن من لا للتبعيد، يعني بعض منكم، ولعل هذا هو الأظهر بدليل آية أخرى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فعند ذلك الدعوة فرض كفاية، لأن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هل كل الناس لهم حكمة ولهم موعظة حسنة؟ ولابد من التصلح بالعلم. وهكذا حال الصحابة، فبعضهم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في الثغور، وبعضهم بقوا في المدينة ليعلموا، وهكذا قد انتشروا في العالم. ولذلك لعل الأقرب أن الدعوة
يعني فرض كفاية، وقد يتعين هذا الفرض على شخص. إذن هذا هو الحرف، لكنه وصف هذا الحرف بأنه جاء لمعنى. هذا الحرف لابد أن يأتي للدلالة على معنى. نحن الآن لو أخذنا الدال وقلنا خرج ذي البيت، هل الدال هنا حرف؟ أليس كذلك؟ لكن هل له معنى؟ لا. إذن لابد من أن يكون هذا الحرف من حروف المعاني، الحروف التي تدل على معنى، سواء من حروف الجر أو من حروف النصب أو من غيرها من الحروف التي عرفناها. إذن فهذا هو، إذن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه أقسام الكلام الثلاثة. هذا واضح؟ نستمر. أها، القول أعم من اللفظ، فمتى ما استعمل الإنسان اللفظ فلا بد من أن يقيد هذا اللفظ، لأن اللفظ إما أن يكون مهملا وإما أن يكون مستعملا. فبالتالي كل الذين عرفوا الكلام وذكروا اللفظ فتجد أنهم يقيدون هذا اللفظ. وأما إذا قالوا القول فالعرب لا يقول قولا إلا إذا كان مفيدا، والقول أعم كما قال ابن مالك، لأنه فيه تركيب ولأنه فيه إفادة ولأنه فيه اللفظ وفيه كل شيء، ولذلك القول أعم من اللفظ. فمتى ما ذكر اللفظ فلا بد من قيد اللفظ وتوصيفه، لكن يستعمل. إذا قلنا الكلام قول كما ذكر ابن مالك يعني، ولذلك لاحظ أنه لما قال لفظ قال مفيد، قال مفيد لأن اللفظ من الألفاظ ما لا يفيد. واضح الآن الجواب؟ جيد. هذا أنكره بعضهم، قالوا لا، قالوا أصلا ليس معنى التناوب، يعني كل حرف من حروف الجر فالمكان الذي وضع فيه لا يصلح فيه إلا هو، فإن ذلك لا يكون من باب التناوب، لأنه إن كان من باب التناوب فيمكن أن يكون الحرف الذي يعني قيل بأنه نيب عنه يمكن أن يحذف النائب ويؤتى بهذا الحرف فلا يكون معنى دقيقا. ولأجل هذا بعضهم أنكروا هذا، بعضهم يقولون وبعضهم أنكروا، يعني أنه لا تناوب، بل إنما فقط المحل الذي ينزل فيه ذلك الحرف هو محله، لا يصلح فيه إلا هو، لا يصلح فيه إلا هو. ها؟ والله أنا لا أستطيع أن أرجح لك، لا أستطيع أن أرجح لك، يعني أخاف الترجيح، يعني يمكن أن تقرأ بعد ذلك ترى. لكن على أي، فبعض الأفعال إن تعدد ببعض الحروف فتجد أن المعنى قد يتغير. أنا ملاحظتي صحت أو لم تصح، يعني في بعض الآيات فكأي من آية يمرون عليها، أليس كذلك؟ فأنا لاحظت لأن مر في الأصل أنه يتعدى بالباء. الملاحظة قد تكون صحيحة وغير صحيحة، لكن هذه ملاحظة قارئ، أن مرة إذا تعدى بالباء فهذا يعني أن فيه انتباه، انتباه وفيه ملاحظة، مر به فالشخص الذي مررت به تبالي به وأنت تهتم به، وإذا مروا بهم يتغامزون، قبل التغامز يعرفون أن هؤلاء هم المسلمون، أليس كذلك؟ لكن آية يمرون عليها فكأنهم لم يروها، لا أعرف هل يعني مر به تكون مع الملاحظة ومر على من غير الملاحظة. ولذلك لاحظ أن ما ورد في القرآن من مر على في الغالب يعني ذكر في الذين عذبوا لأنهم يمرون بالآيات وهم عنها معرضون. قد يكون يعني هذه ملاحظة، لكن لم أقف على كل النصوص، لكن يعني يكون محل بحث يمكن أن نتتبع لهذا. فالقرآن عندما يستعمل بعض الحروف فإنما استعمل هذه الحروف، ونحن نظن بأن هذه الحروف مفترض أن تأتي حروف أخرى مكانها أو إما هناك تناوب، لكن لا يصلح إلا تلك الحروف التي استعملت.
منكم من في السماء فيها حرف. أأمنتم؟ لا لا لا، هذا من أمنة. من في السماء؟ جميل، هذا في معناه الأصلي، في معناه. بعض يقول في هذا يعني على على. جيد، يمكن يمكن أيضا هذا. في هذا لم ينب على ولا. لكن هل يصلح فيه على؟ هذا هو هذا هو الأمر، لأن في أدق. فالقرآن لما قال قال فسيروا في الأرض ولم يقوا على الأرض، نحن الآن فكاننا على الأرض لكننا داخل الأرض، يعني هذا أوسع. الآن فسيروا في الأرض، بعض الناس يدخلون تحت الأرض ليبحثوا عن أمور. تخيل لو قال القرآن على فقر ونحن فهمنا على الاستعلاء، كيف يكون؟ ولأجل هذا قلت هذا التناوب الذي قالوه، الحروف التي تستعمل من حروف الجر في مكان قل لا يصلح غيرها في ذلك المكان، ولذلك هي أمور تحتاج إلى دراسة. يعني هذا فقط يقودنا للبحث عن الآيات التي يعني ورد فيها حروف الجر لنعرف لماذا ترك ذاك الحرف وجيء بحرف آخر. وحتى في جذوع النخل، يعني الذي نتخيل أن يقول القرآن على جذوع النخل لكن قال في ولم يقل على، هل هو يصلب داخل الجذوع أو على الجذور على الجذوع؟ المهم محل بحث، لماذا استعمل القرآن في ولم يستعمل على؟ المهم الكلام العربي قرآن أو حديث أو غيره فكلام دقيق، فالإنسان قبل أن يحكم يعني أحيانا لابد له من أن يتأمل، من أن يتأمل. وهذا كما سألتني في هذا فقلت لك في بابه، بل على يعني هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، لكن لماذا استعمل القرآن في أمر آخر. جيد، نستمر. هكذا يقولون، يعني بعضهم أنكروا هذا، بعضهم قالوا لا، بينهما مناوبة، بين الحروف مناوبة، يعني قد يأتي من مكان في وقد يأتي في مكان من مثلا. فالذين قالوا مناوبة، وهذا يعني أن الحرف الذي جئت به من في هذا المكان إن شئت احذف وأتي بفي، لكن الذين قالوا لا، لا مناوبة، أي حرف استعمل حتى لو كان معنى حرف آخر فلا يصلح في هذا المكان إلا هو، وهم لا يؤمنون بالتناوب. ولا سأل أرجح، لأن السياق وكذلك يعني الجملة وأماكن الاستعمال هذه الحروف لعلها هي التي تحدد المراد بالضبط، لأن الترجيح في هذا ليس بأمر هين، ليس بأمر هين. نستمر. الآن ذكر لك الكلام وعرفت ما الكلام، وذكر لك أقسامه وعرفت ما أقسامه، وذكر ثم الآن يذكر لك علامات كل واحد من هذه الأقسام. كيف نعرف بأن هذا اسم وبأن هذا فعل وبأن هذا حرف؟ لكل واحد علامة، لكل واحد علامة. قال فالاسم يعرف بالخفض، والخفض هو الكسر الجر، والخفض هذا مصطلح الكوفيين، مصطلح الكوفيين. فالكوفيين هم الذين يقولون الخفض، والبصريون هم الذين يقولون الجر. وعلى هذا اعتمد الإمام السيوطي في ترجمتها لهذا المؤلف في بغية الوعاة بأن ابن أجروم كان كوفيا، بدليل استعماله الخفض، وبدليل ذكره كيفما في جوازم الفعل المضارع، وبدليل ذكره أن الأمر مجزوم أبدا، لأن الكوفيين يرون أن الأمر مجزوم وليس مبنيا. إذن بهذا استدل بأن ابن أجروم كان كوفيا، لكن الصحيح أنه كان من المجتهدين، لأنك تجد أنه يستعمل مصطلحات الكوفي البصريين مثلا وهكذا، لكن الذي يطمئن إليه القلب بأنه كان مجتهدا وينتهي الأمر، لا نصنفه بأنه كوفي أو بصري. والاسم يعرف بالخفض، والخفض هو الكسرة. الخفض في اللغة أسفل الشيء، خفض الجبل أسفله، وفي اللغة كسرة يحدثها عامل ما، كسرة يحدثها عامل ما، هذا هو الخفض. لماذا قلنا عامل؟ نحن في بسم الله رأينا الباء
هنا رأينا الكسرة أليس كذلك؟ هل هذه الكسرة أحدثها شيء؟ لا، هي كسرة بناء، ونحن هنا في كسرة الإعراب. الاسم الخفض كسرة يحدثها عامل ما، وهذا العامل إما أن يكون حرفا، وإما أن يكون إضافة، وإما أن يكون تبعية. فالحرف مثل مررت بزيد، فزيد هنا مجرور، ما الذي جره؟ الباء. رأيت إمام المسجد، المسجد هنا مجرور، ما الذي جره؟ الإضافة. مررت برجل كريم، فكريم هنا مجرور، ما الذي جره؟ التبعية، إما بالنعت وإما بالبدل وإما بالعطف وغير ذلك من التوابع الأربعة التأكيد في الخفض. والتنوين هي العلامة الثانية. إذا متى ما وجدت كلمة مخفوضة فلتقل بأنها اسم، لأن الخفض من خصائص الاسم، الخفض من خصائص الاسم. والتنوين، التنوين في اللغة التصويت، التصويت يقال نون الطائر إذا صوت وغرد، نون بمعنى صوت، أخرج صوتا جميلا، ولذلك تجدون التنوين أن فيه غنة، مسلم، ليس كذلك؟ جيد هذا. وفي الاصطلاح أن التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم أو آخر الكلمات لفظا لا خطا، نون ساكنة تلحق آخر الكلمات لفظا لا خطا. إن قلت مسلم سمعت النون الساكنة في الكلام تتكلم، لكن عندما تكتب هل تكتب النون؟ لا أبدا، في حالة واحدة فقط تكتب النون في الكتابة العروضية، لأن الخط إما خط إملائي وإما عروضي وإما رسم عثماني. ففي الكتابة العروضية كما تسمع تكتب، كما تسمع تكتب، فهذه النون التي سمعتها تكتبها. ولذلك الذي نقوله أن التنوين نون ساكنة تلحق أواخر الكلمة لفظا لا خطا، هذا في الكتابة الإملائية والنحوية. والتنوين الذي هو من علامات الاسم أربعة أنواع، النحويون ذكروا للتنوين 10 أنواع تقريبا، لكن الأربعة هذه هي المتفق عليها بأنها علامات الاسم، علامات الاسم. فأول هذا التنوين ما يسمى بتنوين التمكين، تنوين التمكين. هذا التنوين يدخل في الأسماء المعربة، في الأسماء المعربة مثل محمد وزيد وعلي وهكذا. لماذا يدخل هذا التنوين؟ يدخل هذا التنوين ليعلمك بأن هذا الاسم مصروف، ليس ممنوعا من الصرف، فالاسم الممنوع من الصرف لا ينون، ولذلك يقول الاسم متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. إذن هذا التنوين هو الذي يقول لك بأن هذا الاسم مصروف، ولذلك قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا، الصرف يعني أنه يأتي ليبين بأن هذا الاسم مصروف، معنى به يكون الاسم أمكن كما قال في ألفية. هذا هو التنوين الأول. والنوع الثاني تنوين التنكير، من النكرة، نكر ينكر تنكيرا، تنوين التنكير. هذا التنوين يؤتى به للفرق بين المعرفة والنكرة، بين المعرفة والنكرة، وهي تلحق الأسماء المبنية، وأحيانا تلحق الأسماء الأعلام التي لا تنون، يعني ممنوعة من الصرف مثل عثمان وغطفان وهكذا. يعني أنا لو قلت سيبويه، إذا قلنا سيبويه كل الأزهار تنصرف إلى سيبويه المعروف عمرو بن عثمان بن قنبر، لأنه عالم نحوي فأصبح هذا العلم علما، إذن فهو معرفة. لكنك الآن لو مرت بشخص يجيد النحو مثل سيبويه لكنك لا تعرف اسمه، فتأتي لتخبر شخصا بأنك مررت بشخص مثل سيبويه، تقول مررت بسيبويه بالتنوين ليعرف بأنه نكرة،
لو قلت أريد عثمان، فإذا كان هنا شخص واحد اسمه عثمان فهو المراد، لكن أريد عثمانا شخصا اسمه عثمان فقط فليكن عثمان. عثمان من غير التنوين معرفة وبالتنوين نكرة، وهكذا واضح. عمر من غير التنوين معرفة، وعمرا أريد عمرا، رجل اسمه عمر من أي البلاد جاء فليكن اسمه عمر، نكرة هنا، وهكذا واضح. هذا هو التنوين الثاني. والتنوين الثالث تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وهذا التنوين هو اللاحق لجمع المؤنث السالم، لجمع المؤنث السالم. يجوز لك أن تقول لجمع المؤنث السالم، فالسالم تجعله نعتا للجمع أو نعتا للسالم، جاز لك الأمران. لماذا قيل وسمي بتنوين المقابلة؟ لأننا جئنا بهذا التنوين لنقابله النون في جمع المذكر السالم. مسلم، كنت وجدت التنوين وعندما جمعت أين التنوين؟ جئت بالنون. وأما مسلمة فلما جمعت التنوين بقي، أبقي هذا التنوين لنقابله بالنون في جمع المذكر السالم، ولذلك هذا التنوين سمي بالمقابلة. وبقي النوع الرابع. النوع، هناك سؤال؟ أها، هو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم، هو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم. والنوع الرابع وهو بحد ذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو تنوين العوض، تنوين العوض. هذا التنوين يأتي عوضا عن جملة أو عوضا عن كلمة أو عوضا عن حرف، فيكون عوضا عن جملة إذا كان في كلمة إذ، في كلمة إذ. أنتم في القرآن يومئذ أو يومئذ، في كل ما ورد في القرآن فلتعرف أن بعد هذا جملة حذفة، لأن الأصل حينئذ أو يومئذ، فكانت هناك جملة. مثلا دائما في الكتب النحوية يريدون الآية في سورة الواقعة: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني الأصل وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فحذفت هذه الجملة: بلغت الروح الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم، هي جملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول. فإذا وجدت يومئذ، ساعة إذ، حينة إذ، حين إذ، فلتعرف بأن هناك جملة حذفت. هذا تنوين عوض عن جملة، وقد يكون عوضا عن كلمة، وهذا في كلمة كل وبعض غالبا. فمتى ما وجدت كل منونا أو بعض منونا فلتعرف بأن هناك اسما محذوفا. قل كل يعمل على شاكلته، أن يقول كل إنسان، فحذفت كلمة إنسان وهي كلمة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني على بعض الرسل، فهذا التنوين جاء نيابة عن كلمة فحذفت الكلمة. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع تنوين العوض. والنوع الثالث وهو الأخير تنوين يأتي عوضا عن حرف، عوضا عن حرف، وهذا نجده في الأسماء المنقوصة. والاسم المنقوص هو كل اسم آخره ياء لازمة، مثل الداعي والرامي والساعي والنامي وهكذا، والقاضي. هذه الأسماء إن كانت معرفة فتثبت الياء، فتثبت الياء، وإن كانت نكرة تحذف الياء فيبقى التنوين. هل جاء قاض مثلا؟ هل جاء قاض بالتنوين؟ هذا التنوين ناب عن الياء في المعرفة،
إذن هذه أقسام التنوين. فأي من هذه الأنواع وجدت في الكلمة فقل إن تلك الكلمة اسم. واضح الآن؟ نكمل علامات الاسم حتى لا يطول المجلس. إذن فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. ودخول الألف واللام. الألف واللام للتعريف هل هما فقط أم اللام فقط خلاف؟ الحرف تعريف أم اللام فقط؟ فنمط عرفت قل فيه النمط كما قال ابن مالك، واختلفوا هل هما معا للتعريف أو اللام فقط كما يرى الحريري، لأن الألف عندما تدرج همزة الوصل تسقط، إذن فلا يمكن أن تكون هي من المعرف. المهم هذا خلاف عندهم، ونحن الذي ينبغي أن نعرفه أننا إذا وجدنا كلمة فيها الألف واللام نقول بأن هذه الكلمة معرفة، بأن هذه الكلمة اسم، لأن الألف واللام لا تدخل إلا في الاسم. فإن وجدت الألف واللام في غير الاسم فلتسميها شيئا آخر، سميها شيئا آخر، كما نجدها في الفعل في قول الفرزدقي: ما أنت بالحكم ترضى، بالحكم الترضى حكومته، يعني بالحكم الذي، لأن ال من الموصولات الاسمية، من الموصولات. واضح؟ إذن ودخول الألف واللام وحروف الخفض يعني حروف الجر، وهي كثيرة، وذكر منها المؤلف هذه من، ومعانيها كثيرة، لعل أشهرها الابتداء، خرجت من البيت من، وإلى، ومن معانيها الانتهاء، الانتهاء. وهنا الفرق بين إلى وبين حتى، لأن إلى لا يدخل ما بعده، وأما حتى فيدخل ما بعده. ولأجل هذا تجدون في الفقه هل المرفقان داخلان أم فقط عندما نمسح نكتفي بالوصول إلى المرفقين فقط بسبب إلى، هذا سبب له مشكلة. ولذلك ذكرت لكم أكثر الخلافات أحيانا ترجع إلى اللغة، ترجع إلى اللغة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل هما داخلان أم خارجان؟ لكن أن يدخل أحوط، أن يدخل أحوط، لأنك قد تظن بأنك وصلت ولم تصل، لكن إذا أدخلت متيقن بأنهما دخلا، هذا أحوط. إذن فإن قلت قرأت الكتاب من البداية إلى الصفحة الثالثة، هذا يعني أن الصفحة الثالثة غير مقروءة. لكن لو قلت حتى الصفحة الثالثة يعني أن الصفحة الثالثة مقروءة، فبينهما فرق. ولأجل هذا حتى بمعنى الانتهاء وإلى بمعنى الانتهاء وهما حرفان، هل المعنى الذي تريد الدلالة عليه بأنك قرأت حتى الصفحة الثالثة هل يمكن إلى أن ينوب عنه؟ ما كنا نقوله يدخل في هذا، واضح؟ من وإلى وعن، وأما عن فمعانيها كثيرة، منها المجاوزة، عفوت عنك، عفوت عنك مجاوزة، أو رميت القوس، رميت عن القوس لأن السهم جاوز القوس. وعلى، ومن معانيها الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى، من معانيها الاستعلاء. والاستعلاء كيف هذا السؤال بدعة، يعني كما ذكر ابن مالك، كما ذكر الإمام مالك بن أنس لما سأله في هذا كيف استعلى الله، كيف استوى الله سبحانه وتعالى في عرشه، لا نعرف، يجب أن نؤمن فقط به، يعني استوى بالكيفية التي تليق به جل وعلا. إذن من وإلى وعن وعلى وفي، ومن معانيها الظرفية، الماء في القارورة داخل القارورة، الظرف إما أن يكون زمانا وإما أن يكون مكانا، واضح؟ الظرف هو الوقت، أن يكون زمانا وإما أن يكون مكانا. إذن من وإلى وعن وعلى وفي ورب. وأما رب فالأصل من معناها أنها للإكثار، للإكثار، لكن شاع عندنا أنها للتقليل. تقول رب رجل كريم لقيته كثير، رب مجتهد راسب، هذا قليل، هذا قليل. فرب من حروف الجر، لكنها دائما ترد زائدة، ترد زائدة تجر، فإن كفت بما
فعند ذلك لا تجر، يمكن أن يأتي بعدها الفعل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في قراءة، وفي قراءة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأن ما هذه كافة. إذن من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء، والباء من معانيها الاستعانة، الاستعانة كتبت بالقلم أستعين بالله، ثم ماذا بعد؟ والكاف اللام، والكاف ومن معانيها التشبيه، ليس كمثله شيء، فلان وجهه كالبدر، تشبيه. فحروف الجر معانيها كثيرة، لكن فقط يذكرون لك في البداية في الغالب معنى واحدا فقط أو معنيين، بعد ذلك تتوسع في المعاني. واللام، وأما اللام فيمكن أن نذكر معانيها التي استحضرناها ثلاثة، كل اللامات تقريبا قد لا تخرج عن هذه المعاني. قد تكون اللام للملك، للملك. فمتى تكون اللام للملك؟ إذا وقعت بين اسمي الذات، بين اسمي الذات ثانيهما يملك، والأول لا يملك، فاللام عند ذلك للملك. تقول القلم لمحمد، فهنا تجري اللام أنها وقعت بين قلم وهو اسم ذات، وبين محمد وهو اسم ذات، والقلم لا يملك محمدا، بل محمد هو الذي يملك القلم، وهذا يسمى بالملك، الملكية. ويأتي للاستحقاق، يأتي اللام للاستحقاق، وذلك إذا وقع اللام بين اسم المعنى واسم الذات، مثل الحمد لله، فالحمد اسم المعنى والله اسم الذات، فإذن فاللام هنا للاستحقاق، أنه هو الذي يستحق الحمد، وهذا هو المعنى الثاني. والمعنى الثالث أنه يأتي للاختصاص، للاختصاص، وذلك إذا وقعت اللام بين اسمي الذات، كل واحد منهما لا يملك، مسكين لا يملك، مثل الباب للمسجد، هل المسجد يملك الباب أو الباب يملك المسجد؟ لا، بل الباب مخصوص للمسجد، مخصوص للمسجد. إذن إذا وقعت اللام بين اسمي الذات وكل واحد منهما لا يملك، فهنا للاختصاص. يعني لو قلت الباب الدار، فالدار لا تملك الباب، والباب لا يملك الدار، بل صاحب الدار يملكهما معا. والكاف واللام وحروف القسم وهي ثلاثة، الواو والباء والتاء، والواو أم هذا الباب، ولذلك تجده أكثر ورودا في القرآن، بدءاً من سورة الصافات في بداية السور، الواوات والصافات والذاريات والطور والنجم والشمس وهكذا، ياسين والقرآن الحكيم أيضا كذلك. والواو هذه فقط تدخل في الاسم الظاهر، في الاسم الظاهر فقط، أي تقول والله، لكن لا تقول وهو، لا والله، إنما تحلف في الاسم الظاهر فقط، ورب الكعبة، لكن أما وهو لا، في الاسم الظاهر فقط. وأما الباء فتدخل في الاسم الظاهر وفي المضمر، تقول بالله وبه، تقول بالله لا أفعلن كذا، به لا أفعلن كذا، واضح؟ والحرف الثالث وهو الأخير التاء، والتاء هذه لا تدخل إلا في لفظ الجلالة، إلا في لفظ الجلالة، كما ورد في القرآن تالله لأكيدن، وقد ورد كثيرا في مواضع متعددة، تالله تفتأ تذكر يوسف، لكنهم سمعوا من العرب يقولون ترب الكعبة، أن التاء دخلت في الرب لكنها مضافة إلى الكعبة. وقد حكى سيبويه أنهم سمعوا أيضا الرحمن، الرحمن، وهذه أمور سماعية لا نقيس عليها، لا نقيس عليها، لا نقيس عليها، هذا على مذهب البصريين. إذن هذه هي بعض من علامات الاسم، ثم هنا نقف حتى لا يطول بنا المجلس، أو نكمل الفعل والحرف.
أظن يكفي لأننا أكثرنا عليكم اليوم. أكثر الله عليكم خيره وعافيته وصحة والصحة ونعمه. الضمائر في الاسم، جيد. الاسم ثلاثة أنواع: إما اسم ظاهر، وإما اسم مضمر، وإما اسم مبهم. وهو اسم إما ظاهر وإما مضمر وإما مبهم. فالعلامة في الضمائر الإسناد. ولذلك هنا، ولذلك ذكرت لكم هذه العلامات التي ذكرها المؤلف، فقد ترك الإسناد كما ذكر ابن مالك. يعني إن صح أن يسند الاسم، أن يسند إلى الاسم شيء فهذا الاسم، فإن صح أن يسند إلى الكلمة شيء فالكلمة اسم. تقول أنا مجتهد، الاجتهاد هذا أسندته إلى الضمير، ولذلك الضمير اسم. إذن فهذه من علامات الاسم الإسناد. قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء. وهنا لم نذكر النداء. والنداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل. الفائدة لضبط هذه التي نأخذها أننا إذا جئنا إلى كتاب آخر قد نجد زيادة بسيطة، لكن لأن ابن مالك لم يذكر بعض الأمور، لأنه اعتقد وعلم بأن هذا ذكر في المقدمات. ولأجل هذا إذا قفزت تنكسر رجلك، لا تقفز. الإنسان الآن هنا، أنت لو أردت أن تنزل من الطابق الأول وقفزت ولم تمر بالسلم قد تسقط. وهكذا في العلوم، أردت الوصول إلى القمة دون المرور بالسلم قد تسقط، فإذا سقط قد تموت وقد تحيا حياة تعيسة. ولذلك العلم سلم، العلم سلم إسناد، لأن الذهاب أسند إلى التاء اسمه. وأنا فقط لم أذكر أقسام الاسم هذا، يعني تركته، أردت فقط أن نضبط هذا. يعني لم أذكر لكم على يعني أقسام الاسم وأقسام الفعل، وكذلك حتى أسماء الأفعال. الله يبارك الله فيكم. وبالمناسبة نحن في مجلسنا الماضي ذكرنا فوائد للبعوضة، ليس كذلك؟ وبعد هذا يعني رأيت هناك مقطعا وضعه أحدكم في الحالة، فتنبهت أن هناك خطأ، أن هناك كلاما غير صحيح بأن البعوضة لها 300 أجنحة. هذا الكلام مني غير صحيح، صححوه ما دام قد انتشر، فلا بد أن ينتشر التصحيح. يعني أحيانا قد يخطئ الإنسان لكن لا يدرك خطأه إلا بعدما يستمع إلى نفسه. فالبعوضة له أو لها جناحان، وأما الأعين فقالوا إن لها أكثر من 100 أعين، وأما القلوب ففي البعوضة 3 أمور، لا نقول نجزم بأنها قلوب، لكنها تقوم دور القلب، تقوم ما يقوم به القلب. هذا هو، أردت استدراك هذا لتنتبهوا، إن هذا يحصل عند كل شخص. إذن فذاك الخطأ ليس ممن أخبرني بل مني أنا، واضح إن شاء الله ربي، حتى لا تذهبوا بالخطأ، لأن الآن إذا سجلوا صوتك وسجلوك ينتشر، قد يبلغ الآخرة قبل أن تصل، الله أعلم. لكن على أي، أردت استدراك هذا حتى لا أتركه هكذا فقط، ما دام القول كان هنا فالاستدراك أيضا يكون هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل والخطأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.